بنا متتبعي جريدة الشارية نيوز، اللحظة احنا على مستوى مدينة الرشيدية بالضبط. نهاية مسعود الآن المصالح للدرك الملكي مرفوقة بعناصر السلطة الوقاية المدنية، كيقوم الآن بتوقيف قاتل شخص تجاري نطقت لنا. إذا كل السلطة المستنفرة في المكان كيقوموا بتوقيف. الآن اللحظة غيتم إخراج المجرم بعدما تمت محاصرته في أحد المنازل. بارتاجيو لايف لا حول ولا قوة الا بالله. عاجل 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 من الرشيدية، عاجل من الرشيدية، عاجل من الرشيدية. مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي يقوم بتوقيف ملفي جريمة القتل اللي راح ضحيتها عجوز. إذا كل السلطة مستنفرة في المكان. كذلك تم احضار عناصر الصوت. هذه العشره انت بارتاجيو اللايف، بارتاجيو اللايف. ترهدوا لي الضياف، ها؟ ترهدوا لي الضياف. هو صاحبي راه حرام. إذا اللحظة على مستوى قصر جديد. مباشرة من قصر جديد، الآن عناصر الدرك الملكي يقوموا بتوقيف مجرم اللي ارتكب واحد جريمة قتل في حق واحد أستاذ، واحد الأستاذ متقاعد، واحد الأستاذ متقاعد وفقيه. وفقيه يعني. إذا أنتم تم محاصرته في أحد المنازل، وعناصر الدرك الآن راه كتقوم بالإخراج ديالو. حضور كل عناصر الدرك الملكي. ذلك الوقاية المدنية الآن راه كيقوموا باستعمال الماء، لأن المجرم الآن راه حامل السلاح. لا يزال يحمل السلاح. السلاح هو ياك؟ لا يزال. عندو شي ويدي له ضرب؟ اه دارو. دارو هادي. تم التطويق الآن في أحد المنازل، راهم كيقوموا بالإخراج ديالو، راه كيقوموا العناصر الدرك الآن بالإخراج ديالو. أنت كما كتسمعوا الآن الصوت ديال تكسير الباب وسط الصدمة، يعني الصدمة ديال الأهالي ديالهم. إخوان بارتاجيو اللايف. صدمة صدمة يعني الآن الساكنة مصدومة بعد هذه الواقعة هذه. الآن غيتم الإخراج ديالو. الآن كما الناس اللي على الله دخلوا، حنا الآن في قصر جديد في ضواحي الرشيدية مغرى. الآن عناصر الدرك يقوم بإخراج واحد المجرم في جريمة قتل في حق واحد الأستاذ هنايا كيقتل هنايا. يعني انا دائما بالنسبه للصلاه الجمعه ولا كيصلي بالناس. لا 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 ماشي الجمعه. اذا صدمه صدمه كبيره الان، خوف، خصوصا ان المجرم مازال كيحمل سلاح ابيض.
نتمنى ما تسوفي. الساكنة الآن مصدومة بعد وقوع الجريمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان بعدا شي عذاب يا واحد لحظة ما كنتي إلا كنتي تتصوروا. كان شي عذاب يا مسكين هذا الفقيه نيت هو اللي الأستاذ هو اللي طفى العذاب يا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ديما تعيط البارح قال لك خمس أيام وواز شابو. هذا هذا. إيه وديك لا راه ولا مقدام. دوك لا راه ولا مقدام وقلت لهم ماشي هبيل حقو بي. إذن كما كنلاحظوا استنفار كبير ديال عناصر الدرك الملكي الآن هنا في المنطقة بحضور كبار الدرك الملكي مرفوقين بعناصر الوقاية المدنية ليقوموا بإخراج المجرمين في الجريمة تقاتل الآن في حق أحد الأساتذة الأستاذ المتقاعد هنا في الضواحي الرشيدية قصر جديد دغرا. إذن الآن غيتم الإخراج ديالو بعد كان احد عناصر الوقايه المدنيه كيطلب طلب بسيطه باش يقوم بفتح الباب وهي المصه الكبيره لي كنا ثم احضر عناصر القوات المساعده لتطويق المكان طيح الحمد لله. إذا كما كتسمعوا داويد ضربات تكسير الباب. عناصر الدرك كتحاول تكسر الباب في هذه اللحظات. بارطاجيو لايف الإخوان بارطاجيو. احسن راجل يموت احسن راجل في هذه المدغره كامله لا من الدين ولا من العباده ولا من كلش لا من العباده ولا من كلش احسن راجل عينا على الله عينا على الله دي انا اذن مباشره معكم من مدينه الرشيديه نحن سيدي ربي عينا لله حنا في المدغرة الان الدرك الملكي العناصر الدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه كيحاولوا يتمكنوا من المجرم اللي في الجريمه تقاتل في حق احد الاساتذه الاستاذ متقاعد يقتنين بالقرب من هذا المنزل هذا اذا الان استنفار على مستوى لاخراج المجرم اللي كيتواجد داخل هذا البيت هذا لا خير هارب لك طلال براني
الناس ديال الله التحقوا باللايف. حنا الان في قصر جديد دغرا نواحي الرشيديه، نواحي الرشيديه كتبعد ب 4 كيلومترات على الرشيديه. الان مصالح التراكميه كتكون توقيف ولا اخراج مجرم للفجري ما تقتل حق واحد الاستاذ متقاعد. اذا الان راه تم حصرت محاصرته في داخل احد الغرف في البيت ديالو. راهم كيحاولوا الان يخرجوا من البيت باستعانه بخراطيم المياه، لان المجرم الان كيحمل سلاح ابيض ويلا في الجريمة تقاتل. يعني في اي لحظه يقدر يشكل خطر على العناصر ديال التدخل، وما بغيناش يعني تمشي الامور لما لا يحمد عقباه. الاستنفار لاعلى مستوى وترجعوا الله يبارك فيكم. صدمة، صدمة الساكنة مصدومة في هذه اللحظات. الساكنة الآن مصدومة في هذه اللحظات، وعائلته وإخوان ديالو كيتكسروا البكاء في هذه اللحظات. كيطالبوا يعني بتسليمهم هذا المجرم. إذن غادي نقوم بقطع اللايف إلى حين يعني تمكن العناصر من الإخراج ديالو. غادي نقوم بتوقيف اللايف إلى حين حضور الناس الساكنة يمكن مستأمن التصوير. نقوم بتوقيف الآن. Thank you.